الاوفيسز عاده بتكون الارايفل ريت من 12% الى 17%. احنا اللي اشتغلنا عليه 12%. هذا بيعتمد على عاملين، بيعتمد اذا كان عندي فلكسبل وركينج تايمز او فيكس، وبيعتمد كمان اذا عندي مالتيبل تننسي او سنجل تننسي. اول شيء ايش يعني فلكسبل وركينج اورز؟ في كثير شركات بيبدوا الناس باوقات فلكسبل وبينتهوا باوقات فلكسبل، فما راح يجوا كلهم على الساعه 8 يعملوا تشيك ان على الساعه 8. شو بنتوقع الرقم هذا يكون؟ اقل ولا اكبر؟ اقل، اقرب ل 12. واذا كانوا فيكست تايمز راح يصير اكبر، راح يصير اقرب لل 17. طيب مالتيبل تننسي، اذا عندي شركه واحده اخذت العماره كلها راح يكون حركتهم كلها تقريبا زي بعض، وراح يكون في حركه بينهم كمان بين الطوابق. مزبوط، لو بنك اجى اخذ عماره 10 طوابق راح يكون احتمال كبير في حركه كثير بين الطوابق، مش هيك؟ اجتماعات بين طوابق معينه، وكمان احتمال انه بداياتهم ونهايتهم تكون متشابهه. لكن لو كانت عماره مالتيبل تننسي، يعني كل طابق بتاجر لشركه او شركتين مثلا، او كل طابقين مثلا بتاجروا لشركه، راح يكون فيش اول شيء ترافيك ما بين الطوابق كثير، وكمان ممكن بدايتهم ونهايتهم تكون طبيعه عملهم مختلفه، فبتكون اقرب الى هاي الجهه. فهذول راح يكونوا اقرب ل 12%، وهذول راح يكونوا اقرب لل 17%. مش يعني لازم يكونوا 17 او لازم يكونوا 12، يصير حسب تقدير القيمه هاي الموجوده. هلا بالنسبه للتارجت انترفال بتراوح من 20 الى 40. 20 بنعتبره اكسلنت سيرفيس، 30 يعتبر اكسبتبل، ويعني 40 يعتبر لو. طبعا متذكرين ايش ممكن يصير لما انا باخذ بقبل بانترفال تارجت اكبر؟ شو ممكن يصير عندي بالديزاين؟ اذا انا باخذ 40 بدل 30 او 30 بدل 20 راح ياثر اي كوست على عددهم، ال ممكن في لحظه معينه يطلع عندي اقل، لانه انا مش بطلع الراوند تريب تايم اول مره، بقسمها على ايش حتى اطلع عدد المصاعد؟ على التارجت انترفال. متذكرين؟ مش احنا بنقول ال شو بتساوي؟ تاو انيشال على انترفال تارجت، مش هيك؟ فانا هون عمالي بقسم على رقم اكبر، فايش ممكن يطلع معي؟ عدد اقل، فممكن هذا هون يوفر بالهاي طبعا، بس بكون الكواليتي اوف سيرفيس بتكون اسوء. اخر شيء لما بدنا نقدر البوبيوليشن، عدد الناس اللي بدي اخذهم بعين الاعتبار، بدي اعتمد عادة على المساحة إذا كان لسه مش عارف قديش في ناس في هاي العمارة. فعادة الأوفيسز بنعتمد تقريبا من 10 ل 14 متر مربع للشخص. 10 متر مربع إلى 14 متر مربع بير بيرسون اوف نت اريا. نت اريا الاريا اللي بتضل بعد ما اشيل منها الحمامات واشيل منها الشافتس واشيل منها الرايزرز والاشياء هاي، هاي بنسميها نت اريا، موجوده بمخططات المعماري. لو طلع المخطط المعماري بقدر يعطيك شجر، اعطيك جدول بكل المساحات اللي موجوده. لو بدنا نقدر قديش عدد الناس اللي موجودين بالطابق، ممكن نقسم على طبعا 10 تعتبر مضغوطه و14 تعتبر، يعني لو كل شخص عمالي بحط 14، مش يعني مكتبه 14 متر، انه في النهايه عدد الناس اللي بيشتغلوا بهذا الطابق بالنسبه للمساحه 14 متر مربع لكل شخص. 10 هلا بطل في مكاتب، كان زمان معظم العمارات والاوفيسز في مكتب لكل شخص، مش هيك؟ صار معظم المكاتب الحديثه شو بنسمي الترتيب هذا؟ اوبن بلان. اوبن بلان، ما بعرفش وين في مثال عندنا على اوبن بلان، لو في مناطق معينه الان ممكن شركات تروح، خصوصا شركات التكنولوجي، ما بكون كل واحد له مكتب. بكون له ديسك بس ومفتوحه المنطقه بتكون. البنوك مثلا ما فيش، بطل عندنا الهاي، كان النظام التقليدي القديم لازم كل واحد له مكتب. فهذا طبعا رفع الدنسيتي، فصار عندي الرقم هون اعلى 10%. حتى في ناس بيحاول يروح ل 8، يروح ل 6، طبعا هذا مضغوط جدا، 6 و 8 مضغوط، بس 10 10 ل 4 ممكن تستعمل 12 مثلا اذا مش مبين. هلا بالنسبه للريزدنشال، بنقبل بستاندرد اقل او بنتوقع حركه اقل، فعندي الارايفل ريت بكون من 5% الى 7%. بس شوفوا هذا الرقم مقارن مع هذا الرقم،
5% ل 7%. وعاد اذا كان هيفير او لكجري ممكن نعتبر نصمم على 8%. التارجت انترفال كمان اقل. انا اللي بكون رايح على الشغل كان بكون مستعجل، مش متحمل اني استنى، بكون في المنازل مثلا، فهذا الرقم ممكن يتراوح من 40 ل 90، اللي هو ستاندرد. ايش يعني اقل ولا احسن؟ هذا ايش ستاندرد هون مقارنة بهذا ستاندرد؟ اسوأ، لان هذا راح يرتبط بالويتنج تايم. والبوبوليشن كيف بحسب البوبوليشن؟ لو عندي عمارة سكنية كيف بدي احسب البوبوليشن؟ على عدد غرف النوم. فعادة نشتغل على 1.5 ل 2 persons per bedroom. وإن كان بالشرق الأوسط يمكن أعلى، وبالمناطق الفار إيست في الشرق الأقصى لسه أعلى كمان، يمكن توصل 3 مثلا. إنه قديش أنا بعتبر عند كل بيدروم قديش عايش فيها كم شخص، 1 أو 2 أو 3، بس هذا رقم ممكن يتعدل لـ3. نعم. كيف يعني واحد وناس؟ أفرج. يعني أنا راح أقول مثلا البيت مثلا فيه 3 غرف، في 3 غرف نوم مثلا، وعندي معتبر أنا 2 و2 و1 مثلا، هي 5 على 3 قديش؟ 1.66. فهذا رقم أفرج، بصير أفرج في النهاية. أنا بدي أطلع أنا التوتال بوبوليشن للعمارة من هاي الأرقام. بشكل عام على فكرة الريزيدنشال ما بغلب، يعني الديزاين تبعه سهل والأعداد بتكون قليلة، لأنه الأرقام هاي قليلة والرقم هذا هون سهل، والبوبوليشن أصلاً بتطلع قليلة. يعني قديش؟ نعم؟ بقول إيش ما تسوي بظبط. تمام. الصعوبة المضبوطة هون، لما يصير عندك طوابق عالية وهيفي دنسيتيز عالية كمان، كل الشركات والبنوك عمالة بتحاول تحط ناس أكثر، يلغي المنطقة هاي، يلغي غرفة الاجتماعات، يحط ناس أكثر، زي السردين بيصيروا بالآخر. لكن اللي بخفف من هاي إيش بخفف منها؟ إنه في كتير ناس خصوصا في قطاع البنوك والتكنولوجيا بيشتغل من البيت، أو ممكن أيام معينة يشتغل من البيت. هذا ترند جديد موجود هيك، بتشوفوا أشياء زي هيك. أوكي، بس المكتب موجود. بس يمكن يكون مجموعة مكاتب بنسموهم هوت ديسك، يعني مشترك لناس، يجي بلاقي له ديسك بقعد عليه، وبكون بشبك عليه كمبيوتر، بعمل لوجن على الاكونت تبعه، الشرط يكون نفس الديسك تبعه. فما بده يحط اغراضه والصور تبعته والكاسه والمج والهذا، بده يكون مكان الاوتيلات. نعم تفضل. هسه كيف انا برضه الانترفال تارجت 90 سكن، يعني بدي اوفر وبدي اعتبر انه هاي، ما هو هذه حسب شو الريزيدنشال، شو طبيعه العماره، هل هي عماره فخمه جدا، وناس دافعين ابصر قديش في الشقه، ولا هي مثلا 4 شقق بالطوابق، هذا بعتبر انه الستاندرد تبعه اقل، فبرضه بشيء اقل. صحيح. 90 انا ما عمري بصمم، انا لو بصمم لا يمكن استعمل 90، بستعمل عاده 40، بس 90 يعني سيء بصير. اوكي، الافرج ويتنج تايم صح، بده يرتفع الافرج ويتنج تايم كثير. بالضبط، راح يصير يعني ما راح يكون الافرج ويتنج تايم، بيصير يكون اقل من نص القيمه هاي اون افرج. فنص القيمه هاي 90 يعني 45، في حين نص القيمه هاي قديش؟ 15. الاوتيلات من 10 ل 15، والذروه فتره الذروه راح تكون الصبح، عاده احنا بناخذ 12.5، هذا الارايفل ريت. التارجت انترفال عادة 40. هلا طبعا هدول وين اجوا؟ مش ما اجى ايش علمي، هاي ستاندردز موجودة، ستاندردز مقبولة 40 سكند. طيب بالنسبة للبوبوليشن بعتبر بشتغل على نفس هاي، مع انه في الاوتيلات يمكن تكون اقرب لل 1.5، يمكن اقرب لل 1.5، فبنحسب على عدد البيدرومز كمان، عادة بناخذ 1.5 ل 2، بس هي اقرب لل 1.5. هاي بتعطينا فكرة، هاي لما بدنا نبدأ نصمم، إذا عمارة مش موجودة لازم أستعمل هدول الأشياء حتى أقدر أصممها.